دي الاطاره وقت الملتقى وسرات تنظم الجمعيه نيكزني للتنميه كيدنا غدا السي ابراهيم خواخي انت كي استفد يعني زي الدعم للجمعيه باش هذا يجي المشروع الدواجين تفقيس البيض اخيني اخيني ورينس يعني مجد اسامه اولا الفكره باش تو الدعم يعني زي الجمعيه ابراهيم خواخي صاحب مشروع انتاج البيض وتربيه الدواجن مش تسيد الفكره يعني كانسان يتعجد العربيه هذه يعتمد خير في الناس هذه شنو مشروع زجي في الناس ايري المشروع اللي ممكن هذه ينجح ذي العربيه هي الدواجن بذي يعني الامكانيات الذاتيه صغيره ماشي نركوفوز تفقيس البيض تسد من بعد يعني وينات المبادره يعني جمعيه كزنايا اللي دعم حامل المشاريع هذا كشاب من الشباب اللي كيقدم لنا وينات سي فينسن باش حصلنا الدعم الحمد لله تشكاخ يعني تقبل مشروعين وتشكاخ جمعيه كزنايا خفيقه ينسي يعني هذا المشروعين نعم المبادرة يعني شخصية وغان وتعاونية؟ لا وغان لا تعاون مش نسن بأنه تعاونية تحتاج 5 يوليان 15 تحتاج 7 يوليان وغان تحتاج 5 يوليان مشروعين ومشروع فردي يعني فكرة شخصية ماشي وغان يعني طموحة تعاونية مستقبلا؟ مش نسن وغان حتى ذي العروبية التربية الدواجن وثقي مش سيجن يعني العصر الدور ديال الاسران هذه التربيه الدواجن ما يقيمش حتى ديال العربيه وذا تربى الدواجن قليل اثنين اذن يعني جان ديال المنطقتين وقيت قلنا مشروعه نتمنى هذه التنسيق جيرانا حتى يوذن شي جناس شجع راس الفكره يعني تعجبس الفكره مرحبا بها نخدم في اطار تعاونيه تشكرك يا سي ابراهيم هنيئا لك الدعم ونتمنى كل التوفيق ان شاء الله شكرا نتمنى وين التوفيق لكل الشباب غاجا حامل المشروع باش ما يجا هذه الثقه ديال المشروعين غاسيري الرغبه غاسيري العزيمه غاسيري الاراده يمكن غادي يابض ويفشر شي ان شاء الله في نفس الاطار يعني الدعم للجمعيه نيكزناين للتنميه الشباب المنطقه يجن الدعم نغني يعاود يدعم تمدرس ديال منطقه نوا ونكورت اكيد نهضر السي حسن والحاج باش اخي يوضح مكتازي منيه السلام عليكم حسن والحاج عضو جمعية كزنايا وأمين مال فرع تيزي وسيدي سيدي علي بورقبة مبادرة جات وسد بأنه بدنا نتصل بأنه راح نمو مشانلي يعني صوانت المدرسة دني يعني حالة اللي ورثها لها ومن بعد الزغاث يمكن على حساب الناحية هي رجل المبادرة توزيع المحافظ كفرع تيزي وسلي سيد داني وي محمد رئيس الفرع انت جيت كل فنسي نفا يصوادني والحمد لله روح الجمعية يعني من بين يعني الأهداف هي هو التعليم يعني وجوه التتم زوار يعني الدعم يعني يويضها بين التسير على يد الجمعية عاود ثاني اللي شان غيجن 10000 درهم على حسب الزسن عدد المدرسة ني كما واش نقز عام الصراحة يعني يعني يجن يعني العويا اللي غير غان بخا يجن تفرح تمغا ما يمين يجن المدرسة جا فرح يغزال كذا يعني روح الحمد لله المبادرة يعني جمعية بزنايا ان شاء الله غادي يجن المدرسة المواصفات يعني بعدا يعني سي حسن واش تبنى مشان الحجرات الدراسية ولا على حسب بين سيمي والاغلبية كان بنا ضروري مثلا الحجرات لانه غادي نشا يعني وغاس نشا قاعد كلشي هذا كلشي عرس كلشي هي وان شاء الله المهم تيريج لينا تتم زوار وتيدير الجمعيه يعني التفاته المنطقه ان شاء الله وجبوا غير التغيرين المدرسه لانه وجبوا غير تقيت عين هذه المنطقه ديال المدارس اكثر من يعني المهم ثلاثيني بعد روخا الزمن نبدا ان شاء الله وحتى الناس ان شاء الله غنعاود يعني نكتب ان شاء الله ان شاء الله